الإيمان أصل الملائكة. هل الملائكة كان الخلق من خلق ربي تبارك وتعالى؟ خلقنا ربي تبارك وتعالى غنور يزوجت بشكت أدعبان ربي تبارك وتعالى أرتطيان أرتحمن ربي تبارك وتعالى أرتكان الأوامر. إن ربي تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكان جن خلق الجوتن ولسن عدد من ربي تبارك وتعالى. وكان الإيمان في الملائكة إجا الإيمان إجا أصل من أصل الإيمان هنوري يكمل الإيمان بلاد أبلغ سن يوما. وكان يتابع إجا نوت المسائل اختلق سنة زوار أي سن بنادن يجزم يحقق يسجان الخلق يسجان الملائكة خلق من خلق ربي تبارك وتعالى يسخطنا ربي تبارك وتعالى أي من بنادن سولي مو دي بدا ربي تبارك وتعالى سمير نزن زن جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وغيرهم عليهم السلام. يا من داخل بنادم صوصف واللي دوش كانين لو صف نصن اللي ديوي ربي تبارك وتعالى ولا يوتني النبي صلى الله عليه وسلم زند لغديوي النبي صلى الله عليه وسلم يوسف جبريل إن إطاف سلسة زمية انتفرت إطاف سلسة زمية انتفرت الكل سلسة تقينا. يا من بنادم سلعمال ليس كرنو البعض نصن ليس نتبت ربي تبارك وتعالى زند جبريل عليه السلام يكلف ربي سلوحي عزيز زوج زوحي في الأنبياء الرسل الملك الموت أريد تمز الأرواح المدن زند إسرافيل أنتن أرين في الصور إغراد تقوم الساعة زند ميكائيل أنتن يتوكل سنزار كل الخيرات يخصد تحفظ بنادم إذا نقيت هو اللي يكون ربي تبارك وتعالى تحفظ بنادم يغفتا ولا غير يشكا ولا غير يسافر ولا غير لا اسمه معقبات غير أن ربي تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إلين دخل الملائكة لسنين العشر ربي تبارك وتعالى إلين قسم ولد زورين البيت المعمر للنا غيقلنا للنا والسماء والسد تسع إن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه حتى تقوم الساعة. سبحان الله رب العالمين. الملائكة اللي قسم ولد ترانين في اسمك ربي أفلس ترانين ما يخشن دم يفلكين الفنتين لكرام الكاتبين أرتران وفاسي أرتران الحسنات وظلمات أرتران السيئات. وكان ملاد يحاول أحقيق قيما هل الملائكة إسكان اسم كان ربي تبارك وتعالى أسكان ليس لنا ربي تبارك وتعالى هن بنادم أدوري عادة حتى كارين أغل أن الملائكة ربي تبارك وتعالى إغي عادة غاليا وريح مكانيا وري عادة هني عادة كلول زود إغي عادة الملائكة زود إغي عادة ربي تبارك وتعالى غينا غينا ربي تبارك وتعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين.